ودانا في محل ده يمكن نين عارفينه دي الحرب القام في الجنوب بين نبرانا يا وجاب كلام شفته وكلام ده ما في حاجة ما بنتي حاجة ده بنتي وانين بنرجع في السكة بتاعنا فنهينا شدوا حيلكم واربط قلوبكم اربط قلوبكم ودافع للتراب بتاعنا ودافع للمواطن بتاعنا نحنا بلده كان كرب زي ما حسنين وصلنا في مال بطال ونينا كفيادة ما عديناكم حاجة وانت عسكري وطني قمت باسم بلد بتاعك وانت شكال لبلد بتاعك لزول زي انا ده ما عداك حاجة التراب ده بديك التراب بتاع بلد بتاعنا ده بيعوضك انت فنهنا انتوا شدوا قلوبكم اننا ما جايين نقول انا اجيب ده بكره وانا اجيب ده بكره لا ده انا اقول لكم انه الظروف اللي عندكم ده مسؤولياتنا ده مسؤوليه بتاعنا ده ما مسؤوليه بتاع زول تاني لكن انا ما بغشكم لكن انا بوريكم الوضع الحقيقه البلد بتاعنا فوق يعني انا بوريكم لو في وكدينو انا بكون عارف طلباتكم شنو نحن من ضمن الحاجات اللي نحن مشيلو هو انه ذاته حتى اليونيفورم المايندنا ده لما نينا بجيبه انينا نجيب يونيفورم مختلف ما نجيب بتاعنا ده زول بتمرد في امريكا يقول انا اس بي ال اي ويمشي اقرب شركه يشوف يونيفورم ده يلبسه ويجي يدور قال انا اس بي ال اي زول بقعد في البيت بتاعه كان بقى جعان داير يمشي يسرق في الشارع بلبس كاكا بتاعنا ده بنحب ناس في الشارع وبقول ناس في الي اقول له قوين قبل تاري نحف ناس فاني هنا انا غير الكاك ده وانينا بحرق كله وانينا ما دارين نينا ما دارين جوارا نينا دارين لاي نمو يا جنوب السودان جنوب السودان فندا ابن توي كابتن جاكم تيمبين ايوه ايوه ابن توي جوكين ابن توي جوكين كابتن جنوب الهوي جنوب الهوي يا 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 ما اربع غاي كوكو كو يا شابي ايوه دوب شو تري ايوه دوب شو تالتا ايوه تالتا تمام ايوه تالتا قوي ايوه دو دو برجر وار ايوه برجر 1 1 1 برجر 3 كوجي يا تجاب ايوه 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 ايو
Nadrin Zura. Ya Nadrin Zura. Ya Komodo, Ya Komodo, Ya Komodo, Tiger. Bumru Adabu, Ya Komodo, Tiger. Ya Komodo, Ya Komodo, Ya Komodo, Tiger. Bumru Adabu, Ya Komodo, Tiger. Ya Komodo, Tiger. Ya Madala, Tiger. Tibula, Tiger. Ya Madala, Tiger. Tibtania, Tiger. Ya Madala, Tiger. Tibraba, Tiger. Kujai, Oi, Oi. Kujai, Na Kula, Na Varga, Gahle, Wol. Ya Madala, Tiger. Kujai, Na Kula, Na Varga, Gahle, Wol. Ya Madala, Tiger. Kujai, Wosaldu, Ni Wosaldu, Kula, Na Ni Wosaldu, Kula, Na Varga, Gahle, Wol. Ya Madala, Tiger. Mana gulta inu al uniform de la bani amulo de bit haramiya de yaw dakhalna fi mushkila ma mujtama dawl bad marat woman bagula spele de malisha lelanu lamani gona la besin gumaj mukhtalif kida ma bagula ni najesh lana ja bagulu al uniform mana da ja sawa yanu bukunze betanas al gadin hinada del kida hasada ya bukun uniform lanu man sawa boot wahid kaki wahid kida shufta wanina manam masuliyada shayatani mbare gina fi libantiyo al chakala darde karafa jabetana wa adam idara min juzu min al qaada betana buga mushkil ana gabel كنت بتكلم مع قائد المدرعات وكان بيقول لي جسر قال لي اخي قال انا بابا ديزات يا بكون بتاع مواصلات بعد شويه لان عربيه ما في وعربات كله بالليجي شفتها ده حته تاني العنينه اللي عارفين لفينا عشان نشوف مسائل زي ده مسؤوليه كبيره فانتو يا جيش شعبي الحكومه بتاعنا في مشكله الحرب القاموا بو ناس ريق مشار عملينا مشكله لكن في طريق بقى ظاهر على اننا المفروض نمشي به طريق بتاع سلام وفي طريق بتاع سلام ده كواجه دفق في جنوب كتير والدفق بتاع معلومه دفقوا في الجنوب ده عنينا دارينهم نينا كجيش نخليه يشكل معنا ذا بشكل معه لكن نينا ما نكوش لشغل بتومن ما نكوش في شغل بتاعه بتومن عشان هما يعمل شغلهم أول حاجة جنوب ده عنينا يفات عدناه ناس بتاعنا يفاتوا من جنوب ومشوا برا ومشوا باو جنوب برا فحتى لو كواجه جا وجاشان الفرصة الأولى جاو صغر الأولى جاو من الشغل العمل والناس بتاعنا برا ضد جنوب السودان فعشان نينا نقدر نطلع ما بنشاكل مع ناس كتير عندنا حرب داكلي وعندنا حرب مع ناس بتاعنا الفاتو من هنا ومشى باو جنوب برا نينا ما بدخل فوق وقواجه كمان كواجه ده خليه يطلع منه شوية عشان نمشي قدام شوية لأنه أزول البدي سلاح
lenazal jeran min jeran betana hina zol albadi silaha da de zol tani du shakal kabir maana fani na ma da nafta jabhat katira fa ashan ma nafta jabhat katira khalu khawaje da yamul shogol betaw lanu woyndu mushkila inu ubu site finance betana kanu bu site finance betana is okay naftalo tariq ko khali yamul shogolo da al maluma al basida lu bishilo da kali shilo fi zaman da lan akbar al maluma nas betana yaw shalo masha wada luma shufta banena dina front jaba dakhliya al bin shakil juwa hina windina jafa al jayelena min barra ashan bi shufuna nina garin shakil banfusna na darin ya kudu fursa ashan ya khuju fi junub lanu bugulu nazil ma bagdare dafale wudud bitoman da lanin dum shakala baton baram fi dakhil junub fada bu kun fursa lena ashan asade nina bazab ni shi la radu ta junub wa shan kada gabel ana gulto hatta lo inta shiltu arf bitana anina arfin binar jalo binar jalo lanu junub da ma fi kullu yom fi janab walidu fogu wu janab walidu fogu da wu der mahal yazra fogu wu der mahal yamul fogu bet bitaw kan mahal da ma fi anin han gulo mahal bitak ma fi lanu juzu min arf da junub da filanda ya washal huwa hin fanina al muhim anina maksutin عشان هنا جينا هنا ليلة أكثر أكبر كلام بيتانا أنا أقوله للطلاب لأنه مشكلة بيتانا ده ما ينتقل المشكلة بتاع الجيش وبتاع الجنوب عندنا ما ينتقل الفرق بسيط بس الفرق بسيط أنينا ما يريفنا حاجة يسمى دستور كان أنا اتمرت ضد الدستور ناس بتاهيلا بتاهي بمشي وراي وكلام ده ماسا لانو ده بتاهي رقبتي ده ما بتاهي ناس كل ليه نشيل ناس ماي وجنوب ده عنده قانون مفروض ان نكون موالين للجنوب وقانون بتاع جنوب بدل ما ان نكون موالين لأشخاص ده الفرق وعشان كده zol zer yang mashar mashaga fi South Africa uli saga de ful finance u galalo ita ne barais rajao buka ne barais yang mashala man jo rajabo ne barais asulu maktab to da bishil kam nafa maktab da bishil kam bishil huwa umara betaw nazal shagalin ma fil maktab te baga nwar al kathir al mad da sabab shunu ومن ما تبغى مكتب بتاعه ولا بديم حاجة فده يا جماعة ده يا حجر الموجود لكن انتو ديفيجن 3 انتو واعيين شديد وده ظاهر في كلام بتاعكم وظاهر في مورال بتاعكم ويمكن ده منكم رسانتين وده نقول القاعد يكلم معكم كل يوم عشان كده بقى في واعية ده فبنشكر سانتينو der wi wasat فدا انا دير كومرسانتين واصل بنفس التوية بالنسبة للجيش بتاعنا لقاعد المرحلة الأخيرة اللي هذه مرحلة بتاع التنظيم الجاية لا دور كبير جدا واحد من الوحدات هي ديفيجن 3 يا منطقة بتاع ديفيجن 3 ونينو مع سجينو كله ونينو مع سجين منطقة بتاع ديفيجن 1
Negidam Kulu. Umasigin, Mantiga Beta Division 5, Fitijal Garbi Kulu. Fijua Indina Enak, Indina Wahidat, Labudur Kabir Jidan. Ala Rasum, Al Harsa Jumuri. We are welcome to you, Comrade Marial. Ushakala Lahir, Bitayum Tamania, Shari Saba, Shakala Beta Tisa or Shirin de Giga, TJ1, the Kan Shakala Tegil, the Kina Al Harsa Jumuri, Hasamu Kalam, Uman Hasumu, Fabin Gulukum Tani, Maratani, Mabruga Lekum, Witu Wasulu. Ba ashan kalamde ana nadi qada bi tawaidat wal kalam al bamshi ma'u ya qabil yumkin qabar al mari al kalam fi inu anina ya darin ay askari bitana al masha lahad nafsu li ay zul wala li ay masul bitana bi tariqa bitaw baraw yarja li wayda bitaw intu atal go talimat من ground force على إنه نينا ما عنا صرف أي زول مايا إذا كانوا ما موجود بتالي أنت ما حاجة بطل أنت لو ما حاكم ولا ما وزير ولا ما منو لأنه في أي بلد الحاكم ووزير ومنو ده كله بيعرضهم بوليس أزول اللي بيعرضوا جيش ده رئيس الجمهورية هل هو الغير العام للجيش ياو جيش بيعرضه ياو في حرس الجمهوري الحرس الجمهوري ده بقوت هنا ما بفوت بنتظر اي رئيس الجاي شفت رئيس الجمهوري الموجود ياو بحارسه لهذا ما فترة بتاعه ينتهي كان فترة بتاعه ينتهى ديمقراطيا وبجيب رئيس تاني ده بجيبه قدام ناس يا جماعة ده فلان ده ياو في ذل سلامت له وبفوت مع باقي ناس بتاعه لانه دستوريا البرلمان بغرر على إنه رئيس بتاعنا ده ماشي بيت بتاعه عنده كذا حرس عنده كذا طبق عنده كذا سواقين عنده كذا عربات عنده بيته يعود أجانه كله بيعمله هو يمشي ما جاء بتاعه ده وبكون زول محترم الأول في الدولة كان فيها كلام قارين يعمله ونادو أي زول لازم يكون واقف فوق لأن ده رئيس في البلد لكن يا جماعة الجيش ده تاجي أمر ورا سجون ورا شنو محافظ تاجي أخضر ورا حاكم تاجي شنو ورا منو يا جماعة ده شنو انتو عملتوا لنا فضايا يعني عسكري بتاع الجيش واقف هي محل أي غابة فيه محاضرة بتاع مواطنين الجيش يا واقف في دار محافظ في دار مستشار في دار يا جماعة ده ما ممكن ناس دل بيحرسهم دل بوليس الحاكم ماشي في مشكلة أمني فصيلة شرطة العسكرية بمشي معه فصيلة ده بجي في هناك وبوليس بجي في جنبه ده الطريقة بتاعه فده ده من ناحية التنظيم ما دار أقول فيه كلام كتير قبل بقوله في ضعب هناك بتاشيل 8 ولسه ملازم ثاني لكن في زول بتاشيل 20 بغليو بغليو كلام ده يا اخر يا ده انا مشاكل أزول بتاع شرين شرين ما بعرف جيش ده بيعملوا كيف لكن ركب دبابير بتاعه وقالوا زول ده كان ما دخلوا في جيش ده بيخرب بلد فحسن يجيبوه في جيش عشان هو يجي يخرب الجيش شفت انت لو خربت الجيش معناه انت انتهيت من بلد زاد لأن البلد بكيف عشان جيش الجيش ده يا دوله وعشان كده بيقولوا
الجيش لازم يكون خامي. أنا ما ممكن أقعد في جيش هنا ونقول أنا ممثل بتاع كوميونيتي. يعني أنا ما ممكن أقعد في جيش هنا. كان أنا عملت مشكلة هناك وسألوني أنا بدوك تلفون لحالي في بلدي. هنا داريني عملوا لي مشكلة في الجيش. كلامه ما في جيش. الجيش ده ضوابط. ياهو موجود هنا. الجيش ده كفاءة بتاعك. ياهو موجود هنا. الجيش ده وطنية بتاعك. ياهو موجود هنا. ما الموضوع بتاعي انه عندك مصلحة خاص انت ماشي وراه. المصلحة بتاعك الأول والأخير في الجيش هي البلد. وعشان تساعد بلدك ده بيعلموك يكون عندك كفاح. وعشان انت الكفاح بتاعك تمشي بطريقة كويس لازم يكون في ديسيبلين، يكون في ضبط وراك هناك. ده هو حاجة بمشي في الجيش. عشان كده حصل مشكلة بيننا مع خواجة. انتوا كويسين هنا ديفيجن 3 بجيكم هجوم من حدود هنا وناس بيشاكلوا معكم ويجروا يرجعوا السودان. لكن عندنا مشكلة. عندنا مشكلة في ناس بتاعكم اللي جا من بنتي هم عارفين المشكلة دي. أزول بكون قاعد في حلة قالوا بيشاكل مع حكومة وبمشي بليم حاله. ولما ناس يمروا بجماهير اللي بتاعه يضرب ناس. تشاكل انت قاعد تقتل في مواطنين. دي مشكلة. تخلي نفسك يحزموك. انت كجيش. معناته انت ده يا جماعة ده حتة بيرت فيكي. فيه مشاكل. عشان كده أنا بنقول أوكي لابد إنه يكون في ضوابط يكون في كود بتاع كوندكس في حتة بتاع عمليات ده. عشان إنه ما نخش في مشكلة مع منو مع مجتمع دولي وما نخش في مشكلة مع مواطن بتاعنا ده. لأنه في نهاية حتى لو جا زول متمرد من وين لأنه رياك مشاعر وزول قوي طبعا مواطن ده وبمشي مع زول القوي. معنين عارفينه كويس يوم داك لما نكون في غابة لما كنا في منو مش يعني أكون قوي لنا في منو ده اللي كان ها مين مواطنين كان بسمع كلامنا ما نفس الحاجة نازل مش قادو في حلة هما قطن فوسهم زي ناز في ناز والنياك ناز والنياك ناز مبردل طبعا هما هناك أزول اللي بكون نسوان كتير دهم اللي عنده بقر كتير دهم أزول اللي عنده قوة اللي بسمعوا كلامه دهم ويا هذا يا عشان كده مباري أنا لما نجيب بيتر دار مانجور كان نايب بتاع دينغ ولين فريق هو فات من دينغ هو فريق هذا يا دينغ ولي سليم يا عشان كده بيت قبل أقول نشيل شرين عملوا اللي وان جبتها فديل ديل ملوك أول حاجة لا عارفين جيش لا متعلمين لا عارفين حاجة اسم مدينة كان جبت في مدينة برجع غابة لأن ما بقدر ينتظر ما هي بتاع كم شهر وجبت له لو جبت له ما هي بتاع كم شهر ذاته ما بقدر أغراضه لأن هناك بشيل براو وما في زول بساله جبته عشان كده التمور ده ما بنتهي قوام ما بنتهي قوام ولو ما بنتهي قوام يلا ننظم انفسنا ها عشان لو زول فات غابه بس نازم في وراه نفس اليوم ما يخلو يعمل زمن هناك ما يخلو يعمل زمن هناك عشان يلم بقر كتير وعشان يشيل يكون عنده نسوان كتير ويعمل نفس الملك في محل داك ده فانتوا يا اخوانا ده حاجة اللي بتساعدني ده الجيش ده يتنظم ويتحرك بسرعة في أي محل
قالوا في مشكلة جيش يمشي بسرعة عشان يحسم الكلام ده في نفس الوقت ده دي حاجة وده لكن لو خليناه بيعمل الطويل ده ده بدينا مشاكل وانينا بقى من استقر مين ما جينا في غابة العادي وما لينا ما يستقرينا يا اونينا لازم بيوتها جيش فدا ناس ديل لما تجيبهم في جيش هسه وترسلوا عملية دابت بتاعه عسكري بتاعه كان عمل جريمة في جنبه ما بيسألوا بيشوف حاجة عادي وما بيسألوا دي هو مشكلة بتاعنا وفي SPLA عندنا قانون اسمه SPLA وناس ديل عارفين SPLA ومن ما عارفين من ما عارفين فعندنا مشوار عندنا مشوار ومسؤولية كبيرة ده هو مشكلة بتاعنا فنحن عندنا إشكال عندنا إشكال بيننا مع خواجة حتى لو دمار ديفيجن 3 يعملوا على عملوا جيش بتاعنا في ملاكال ولا عملوا في جنجولي ده بحسبوا لنا نه معنينا كلها SPLA كان عسكري بتاعنا عمل ريب في بنتيو دي SPLA عمل ريب كان عمل ريب في جوبا دي SPLA عمل ريب ويمكن انتو شايفين ناس بتاعكم في التلفزيون كالالايام ده في قضية في تعمالي سمو تيرين اوتيل انو عملوا ريب يا خواجات هناك وناس بتاعنا في محكمة ناس بتاعنا في محكمة فده اللي معلومية بتاعكم وانتو قارين تمشوا مناطق عمليات اخرى زي ناس بتاعكم في بنتيو دارو المسجز ديل يمشي لهم عندنا قلنا لهم كلام دهم باري لكن دار المسجز ديل يمشي لهم لأنه في النهاية المواطنين ديل دي مواطنين جنوبيين ما بيستحقوا تعملهم ريب ما بيستحقوا تعرقوا بيوتهم and all this ما بيستحقوا كلامهم لأن نينا يا حكومة نينا الوضع السياسي بتاعنا طبعا في حاجة اسمه إهوار الوطن أعلنوا رئيس بتاعنا إنه ناس يتكلم على الباب يمكن هيجيكم هنا ناس العباء بتاعت حوار الوطني ومن هيجوا للولايات ولما نيجوا للولايات ومن بيجوا هنا في معسكر وهيتكلم مع قيادة بتاع الجيش بالمعنى إذا كان في أخطاء ما مشينا له بطريقة كويس دستوريا الأدل لعدم استقرار في الجنوب عنينا نقولهم ويتم تصحيح بتاعهم إذا كان ممكن عشان نبتع القنوات نتكلم مع الأخوان بتاعنا في المعارضة نين نعمل عشان نتكلم مع جمالين عشان كده الرئيس أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد ما بالمعنى إنه جماعة بيناك ده يدوي احترام لكلام ده. لكن في جزء منه هيسمع وفي جزء ما هيسمع ولو في جزء ما هيسمع عشان كده قلنا لازم تكونوا مستعدين قبل في الحدود لأنه في ناس ما بيسمعوا كلام بتاع وقف إطلاق النار وحتى لو عارفين إنه هم ذاته ما بيعملوا أي حاجة حتى لو خلوهم يشاكلوا مع الجنوب ده 5 سنة ومن بدينا سيء بدينا عدم الشغرار لكن ما بعمل حاجة في الجنوب لأن الوزول مثلا بيتمرد كشمبيت يمشي يقعد في قابة وتقول انت بتلمني من ناس القام بمشاكلهم الكاس زول بتاعنا قام من هنا عشان يمكن ماشي علاج عشان يمكن مشكلة اقتصادي يا وقلا يمشي هناك تمشي تشيله عشان تشيله يمشي شاكل ده خلا ما بكونش راس ناس فانتو الكلام بتاع ناشونال دايلوج اللي هي الحوار الوطني رئيس علنه وانينا دارين نفكر كجيش ونمشي مع كلام الرئيس قال الرئيس قال ناس هيجي هنا مواطنين هيكلم كتير هيشتمونا كتير اول يوم لما بدا نازل كان كتوب في المقدمه بدا
Shatamona tamam. Chimta? Muna kwais. Izekan ashatimo bitana de. Galo. Unas bugu murtahin wujunubin idwahadu. Kwais. Ma mushkala. Ma mushkala.